نروح للخبر اللي بعد كده. وزير اسرائيلي بيقول، وده طبعا بتسئيل قوي، اسمه تريتش المتطرف اليميني، بيقول قطر ومصر لن تكون طرفا في مستقبل غزة. وبيقول وزير المالية في مستهل اجتماع حزب الصهيونية الدينية برئاسته وفق صحيفة معاريف العبرية انه والله يا جماعة مصر وقطر مش هيكونوا موجودين في مستقبل غزة. طب احنا بس عايزين نقول لك حاجة، يعني انا عايزك تطمن على الناس بتاعتك. شوف جولاني، الناس اللي عماله بيشيلوها والناس اللي عماله تنسحب والانفاق اللي بتتلغم وبتتفجر، اطمن عليهم وبعدين شوف المستقبل. يعني خليك في الواقع والحاضر والمستقبل. يا سموتريتش ده بيد ربنا. انتوا كتير قلتوا حماس ملهاش وجود. انتوا بتقولوا حماس ملهاش وجود في قطاع غزه من سنه 2007، دلوقتي 2023 وحماس موجوده. قبل كده قلتوا مصر ملهاش علاقه وقطر والاردن، ومصر موجوده شئت ام ابيت، والاردن موجود وقطر موجوده، والدور العربي لا تستطيع ان تتخلى عنه. الدور العربي هو اللي جاب لك الاسرى لما كانت قطر هي الوسيط وكانت مصر موجوده. ففتحات الصدر دي ما بتاكلش عيش، ما بتوصلش لحاجه. لم تستطع اخراج اسراك الا بالوجود العربي، بالوساطه القطريه والوجود المصري في الصفقه. فبالراحه بتسئيل، انت بتسئيل قوي.